شمال سيناء عملوا تبديل. رهف احكي لنا، انتوا خرجتوا رباب ودخلت أميرة، مش كده؟ ليه عملتوا التعديل ده؟ عشان رباب ما راجعتش كويس على المعلومات العامة، وأميرة كانت قاعدة يعني تسمعهم، فإحنا بقى عشان أميرة مراجعة عليهم كويس. أميرة بقى مراجعة على كل حاجة. يا أميرة، واثقة من نفسك ومن معلوماتك؟ إن شاء الله. أكيد؟ ربنا يوفقكم. هنبدأ بأسئلة المعلومات العامة مع مدرسة بيبي بالاس في الجيزة. أول سؤال بيقول، تبلغ مساحة سيناء حوالي 5000 كيلومتر، 60000 كيلومتر، 70000 كيلومتر، ولا 80000 كيلومتر؟ معاكم 30 ثانية والوقت بدأ. ركز. بقول لكم ايه؟ لو ما عرفتش ما بنسوش. استنى بقول لكم ايه؟ بقول لكم استنى. يا جماعة استنى، يا جماعة استنى. فاضل 10 ثواني يا يوسف والوقت بينتهي. تبديل سؤال. يوسف قرر ان هو يبدل السؤال. كنتوا شاكين طيب في إجابة ولا لا؟ كنا شاكين في 70000. 70000 الاختيار جيم، مش كده؟ هي غلط. كويس ان انت بدلت السؤال. الإجابة الصح هي 60000 كيلومتر. نروح على سؤال التبديل. السؤال بيقول، ما هو الفريق الذي استطاع أن يفوز بأول بطولة لكأس العالم مرتين على التوالي؟ ألمانيا، فرنسا، روسيا، إيطاليا. الوقت بدأ. الفريق اللي قدر يفوز بأول بطولة لكأس العالم مرتين ورا بعض. الاختيارات هي ألمانيا، فرنسا، روسيا، ولا إيطاليا. يوسف خليك معي. ألمانيا. 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 شاورته كتير وأول مرة حس إن أنت متردد شوية أو مش متأكد من الإجابة، فيها شوية تخمين. صح؟ مفيش حد فيكم كان عارفها المعلومة اللي هي الصح يعني أو عدت عليه أكيد؟ لا، ما حدش فاكرها. طب وليه ما فكرتش تسأل الفريق الاحتياطي؟ ما فيش حد كان عارف فيها. انت حاسس ان هما مش عارفين الاجابة دي؟ طب الفريق الاحتياطي كنتوا عارفين ولا مش عارفين؟ يعني عارفين الاجابة. كنتوا عارفين الاجابة. شفت يا يوسف، كان ممكن نسألهم. للأسف يا يوسف اجابة غلط. شمال سينا. عندكم اجابة هقول لكم بسرعة، إن السؤال ده لو خدتوه وعندكوا إجابة صح تاخدوا درجتين، لو مش عايزين تاخدوه براحتكوا، لكن لو خدتوه وجاوبتوا غلط السؤال اللي احنا اللي هم لسه مجاوبين عليه، لو جاوبتوا غلط هنخصم درجتين. طب هم دلوقتي كام نقطة؟ انتوا دلوقتي معاكوا 10 نقط وهم معاهم 17. بس لسه في سؤال ليكوا في المعلومات العامة في نفس النقطة دي. خلاص، لا مش عاوزين السؤال. أنا بتسألي بس. مش عاوزين السؤال. خلاص؟ قررتوا؟ مش هتاخدوا السؤال، مش كده؟ خلاص. طيب، الإجابة هي، أنتوا قلتوا ألمانيا، ودي كانت إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي إيطاليا، وده كان في سنة 1934، وبعدين خدتها بعدها. نروح بقى لسؤال المعلومات العامة المرة دي لمدرسة الكوثر في شمال سيناء. السؤال ده بقى بتاعكم. تمثل سيناء من مساحة مصر الكلية حوالي
5%، 6%، 7% ولا 8%؟ الوقت بدأ. يعني سينا بتمثل قد ايه من مساحة مصر كلها؟ نسبتها ايه؟ اسمحي كل واحد تقول رأيه، مش تقول. وفي وسائل مساعدة ممكن نستخدمها، ممكن نسأل الفريق الاحتياطي أو نبدل السؤال لو صعب. اختاري إيه يا رهف؟ تسأله الاحتياطي. طيب الفريق الاحتياطي معاكوا 30 ثانية، فكروا في السؤال وادوا زمايلكوا إجابة. 6%. ساعدوهم في الإجابة. 6%. طيب رهف هتاخدي الإجابة دي؟ تمشي مع كلامهم؟ كم؟ 6%. دي إجابتك صح كده؟ صح. طيب إحنا محتاجين السؤال ده قوي يا رهف، مش كده؟ إحنا معنا 10 درجات وكان الفرق بيننا 7 درجات، أنتوا كنتوا متأخرين عنهم ب7 درجات. لو السؤال ده صح هتسبقوهم أنتوا، هيبقى معاكوا كام درجة؟ هيبقى معاكوا 20 درجة، وتبقوا أنتوا سابقينهم ب3 درجات. مركزين معايا في الحسبة؟ يا إما نبقى، يعني لو خسرنا أو معرفناش السؤال ده إجابته صح هيبقى معنا 10 درجات زي ما إحنا، لو الإجابة اللي أنتوا قلتوها إجابة سليمة هيبقى معنا 20 درجة. وسألنا الفريق الاحتياطي، خدنا وسيلة مساعدة وهم قالوا 6%، وأنتوا وافقتوهم ما فكرتوش بعد الإجابة بتاعتهم. متفقين على 6%. مش أنا في الأول قلتلك النتيجة ممكن تختلف في المعلومات العامة؟ تتشقلب صح؟ إجابتكم صح ومعاكم 10 درجات. معاكم دلوقتي 20 درجة في أول سؤال في المعلومات العامة. وعايزه اقول لكم ان انا مبسوطه ان السؤال ده كان موجود معانا وان احنا فكرنا فيه واخدنا عملنا هات وخد في الاجابه اكتر من مره، لان احنا بنتكلم عن سينا. لما بنتكلم عن سينا يعني بنتكلم عن مصدر وجع لمصر كلها من سنين، من اول ايام الحرب. سينا لما كانت محتله كانت مصدر وجع بالنسبه لنا لكل المصريين. لما عملنا العبور الاول وقدرنا نسترد سينا، فضلت سينا مصدر وجع بالنسبة لنا عشان نفسنا يبقى فيها تنمية، ونفسنا يبقى فيها مشروعات، ونفسنا تتقدم وتبقى أحسن ويبقى فيها كل اللي أهلها بيحتاجوه. دلوقتي سينا بتمر بعملية تنمية لم تشهدها من قبل في التاريخ، أول مرة في التاريخ سينا يبقى فيها التنمية دي. سينا بالفعل بتمثل 6% من مساحة مصر الكلية، اللي هي تكملة للسؤال الأول اللي بيتكلم عن مساحة سينا اللي هي 60,000 كيلومتر. إيه رأيكم نروح للسؤال اللي جاي؟ النتيجة اتغيرت، شمال سينا بقوا معاهم 20 درجة والجيزة بقى معاهم 17 درجة بعد ما كانوا سابقين من أول الماتش لحد المعلومات العامة.